ولتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. دكتور عبد القادر، مرحبا بكم. وزعت المنظمة منحا مالية على العائلات النازحة في مخيمات الحبانية في الأنبار، لو تحدثنا أكثر دكتور عن هذه الفعالية. بداية شكرا لكم وتحية لكم ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. بالحقيقة هذه الحملة الأخيرة جاءت بعد مناشدات واطلاع على أحوال النازحين ولا سيما العوائل المحتاجة من الأيتام الأرامل واليتامى الموجودين في مخيمات الحبانية، فجهزت المنظمة هذه المنح المالية لنحو 500 عائلة تضم من الأرامل والأيتام والعوائل المتعففة الموجودين في ضمن هذه المخيمات، وقدمت لهم هذه المنحة مساعدة منها في الوقوف معهم في معاناتهم وتخفيف معاناتهم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، ومستمرة الحقيقة المنظمة في أكثر من مخيم لتقديم هذه المنح فضلا عن المساعدات الأخرى الإنسانية والغذائية والطبية. طيب دكتور، في فعالية نوعية يعني قمتم بإعادة تأهيل 4 آبار في الحبانية، ما الذي دفع المنظمة للعمل على هذا المشروع؟ نعم، في الحقيقة يعني هناك لاطلاعنا على أحوال النازحين نظرا لشحة المياه الكبيرة ووقوفنا على معاناة هؤلاء النازحين في المخيمات وقلة وجود المياه الشرب والمياه للاستعمال الاستعمالات الأخرى، فوقفنا على موجود الآبار لكن آبار معطلة وخارجة عن العمل منذ فترة طويلة ولا ليست هناك فيها صيانة أو إدامة، فاستطعنا أن نعيد تأهيل هذه الآبار. هذا هو البئر الخامس حقيقة في مخيمات الحبانية وقبلها في العامرية، ومستمرين في إعادة تأهيل هذه الآبار المعطلة المهجورة المتروكة، ومن أجل توفير المياه لهذه العائلات الموجودة في المخيمات. حاجتهم الماسة حقيقة المياه هو يعني ضروري وجدا لهذه العائلات، ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، فهذه ما استطاعت المنظمة أن تلتفت لهذه هذا الجانب المهم اللي هو توفير المياه و مياه الشرب للنازحين. طيب دكتور، أثناء زيارتكم لمخيمات النزوح في محافظة الأنبار، ما الذي يحتاجه النازح في هذا الظرف تحديدا؟ والله يعني هو حاجاتهم كثيرة، يعني فضلا عن المواد الغذائية هذه اليومية والمياه الشرب، هناك الحاجة يعني إلى المساعدات الطبية، هناك يعني قصور في هذا الجانب كبير في الخدمات الصحية، وأيضا هم بحاجة إلى الأمور الأخرى يعني مثل مع ارتفاع درجات الحرارة توفير المبردات مكيفات الهواء، يعني ويعني هذه الإضافة إلى الأمور التي يعني تحتاجها العائلة من الفراش ومن الألبسة، هذه كلها ربما كثير من المنظمات لا تلتفت إليها، فقط يعني يوفرون الطعام والشراب، ولكن هناك حاجات كثيرة أخرى من الملبس ومن الفرش ومن المواد الأخرى، يعني توفير يعني تأهيل هذه المخيمات الملتهبة في درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وهم في العراء في الصحراء، فقطعا يعني يحتاجون الى رعايه انسانيه والى اهتمام اكثر من المنظمات الانسانيه والاغاثيه. من الانبار المنسق العام لمنظمه ام القرى الدكتور عبد القادر محمد، شكرا جزيلا لكم.